بتعرف ليه سموا الطبيب حكيم؟ لأنه أول ما اختار قراره إنه يدخل الطب كان بحكمة، حدد شو بده وعرف شو شغفه. وهون عنا بالنير إيست بنساعدك حتى تحقق حلمك كطبيب وتوصل لشغفك. النير إيست تعتبر من أقوى الجامعات في قبرص وتركيا لتدريس الطب، لاحتوائها على مستشفى خاصة بها وتعتبر من أكبر مستشفيات في قبرص. وما ننسى إنه النير إيست تعتبر من أولى الجامعات في قبرص والثالثة على تركيا و250 على أوروبا ومن أفضل أولى 500 جامعة على العالم. Hi, my name is Omar Alaaddin. I'm a medical student at Near East University. I chose Near East because it was affordable and it has its own hospital. So the activities or like the classes here will include hands-on experience. I chose medicine because it has multiple facets of science and that, in my opinion, is more interesting. مرحبا، أنا اسمي وسام، بدرس طب بشري بالنير إيست سنة خامسة. اخترت أدرس طب بشري لأنه مثل ما بتعرفوا الطب بشري شيء كتير مهم بحياتنا، بأنك تصير دكتور تساعد الناس، تشوف السعادة بعيون الناس لما تساعدهم وهيك. اخترت النير إيست لأنه صراحة سمعت عنها كتير قبل ما أجي على قبرص، وكانوا يقولوا أنه أكبر مستشفى بقبرص موجودة بجامعة النير إيست، وفي عندهم اعترافات كثير عالمية، والدراسة هون كثير حلوة، خاصة أنا هلا بسنة خامسة، في عندي إني أفوت على العيادات وشوف المرضى وهالشغلات هي، والدكاترة كثير كانوا مساعدين بهذا الشيء، بيوقفوا معك دائما، بتروح بتلاقي مرضى كثير، بتلاقي حالات مشوقة إنك تعرف عنها نادرة بتكون مرات، فشيء حلو كثير. فهي أنا آخر سنة عندي إلي اللي هي ما قبل الانترنشيب، قبل التدريب، السنة جاي تدريب، حتكون آخر سنة إلي، ويعني كانت تجربة حلوة كتير، فبنصحكم تجوا تجربوا النير إيست، مستشفى حلوة وتجربة حلوة. I'm a third year medical student. I chose medicine because I think medicine is one of the ways that we can help people and be like play an important role for development of the society. And why Near East University? Because as far as I know, the history of this school, especially their hospital, is really shiny, especially from my country, like from the agencies that we apply. They mostly say that we can get some scholarships, and as I am from Iran, so I have kind of like 40% of scholarships. That's why I'm here. مرحبا، أنا محمد العطاوني، طالب سنة خامسة في كلية طب الأسنان في جامعة نير إيست. ليش اخترت جامعة نير إيست؟ لأنها وفرت لي الكفاءة التعليمية العالية والأسعار المناسبة والاعترافات في أغلب دول العالم مقارنة بأغلب الجامعات. هي كان فيها كفاءة تعليمية عالية خلال تجربتي، وخصوصاً بفترة الكورونا كان فيها تعليم نظري عالي الجودة أونلاين لبرا البلد ولجوا البلد، واللي كان فيها دعم بالعيادات، وحتى الطلاب اللي ما بيقدروا يداوموا بالعيادات كان فيها تطبيقات وعملية أونلاين لكل الطلاب اللي كانوا خارج البلد. والجامعة فعلا بتوفر مستوى تعليم وكفاءة عالية جدا، وأنا بنصح أي طالب متخرج ثانوية عامة يقدم على الجامعة. وشكرا. وإذا حابين تعرفوا أكثر تواصلوا معنا حتى نساعدكم بالتسجيل.